قلوبكم. قال عيسى بن مريم عليه السلام: طوبى للمتراحمين، أولئك هم المرحومون يوم القيامة. طوبى للمصلحين بين الناس، أولئك هم المقربون يوم القيامة. طوبى للمطهرة قلوبهم، أولئك يزورون الله يوم القيامة. طوبى للمتواضعين في الدنيا، أولئك يرثون منابر الملك يوم القيامة. طوبى للمساكين، لهم ملكوت السماء. طوبى للمحزونين، هم الذين يسرون. طوبى للذين يجوعون ويظمؤون خشوعا، هم الذين يسبقون.